Saleh, Kasai, Yes. welcome. So Thank glad you. to have you here. Thank you. You are from Algeria. Yes. And we are interested to know about the situation for the churches and for the Christian believers in Algeria. Can you give us a little bit of an overview of the political situation, how that is impacting the churches right now? كانت الكنيسة في الجزائر هي كنيسة جون شابة، ماهيش كنيسة قديمة في الجزائر، معناها عندها 30 أو 40 سنة، وكانت الكنائس تعيش بطريقة عادية. لكن قبل 4 أو 5 سنين الـ authorities بدأوا يسكروا الكنائس، ما حاولوا باش ينظموا الكنائس، لكن هما غلقوا الكنائس من 46 كنيسة اللي كانت منخرطة تحت الكنيسة البروتستانتية الجزائرية، بقت فقط كنيسة واحدة مفتوحة. So how does this affect the believers and the people who are attending those churches? هذا أثر كثير على المسيحيين في الجزائر، خاصة في منطقة القبائل أين كانت الكنيسة قوية وعدد المسيحيين كثير مهم. بعد غلق الكنائس كل المسيحيين ما كانوش محضرين باش يكون اجتماعات في البيوت، وهذا أثر كثير على الكثير من المسيحيين. فيه عدد قليل من الكنائس البيتية، أما أكثر المسيحيين ما عندهمش شركة مع بعض، وكثير من المسيحيين وقادة الكنائس غادروا البلاد وهاجروا من البلاد. We hear about the work of Sat7 in the MENA region. Obviously there are different situations in different countries. What is the importance of Sat7's work for Algeria? Sat7 هي قناة مسيحية وتبث برامجها في الجزائر وفي كل دول شمال افريقيا والشرق الاوسط. وفي الجزائر Sat7 هي كما نافذة او باب للمسيحيين باش يزيدوا يتعمقوا ويعرفوا اكثر عن المسيح ويكبروا في المسيح. In what way can Sat7 strengthen the believers in Algeria? Sat7 هي فيه برامج جزائرية تبث من خلال Sat7، وفيه خاصة في هذا الوقت اللي قفلت ولا سكرت فيه الكنائس، فيه برامج كنيسة في بيتي، وهذا يشجع المسيحيين على اللقاءات وعلى تكوين مجموعات بيتية للصلاة مع بعض والشركة مع بعض. وللجزائريين وخاصة المسيحيين لما تشوف برنامج باللغة نتاعك هذا يزيد لك أكثر، يشجعك باش تتفرج عليه. What's happening to a person in Algeria when he or she becomes a Christian? How does the life change? لما تصبح مسيحي في الجزائر معناه هذا يعني أنك تتغير حياتك، تتغير فيه تغيير من دين إلى حياة جديدة، وهذا فيه ما تختلف المناطق من منطقة لأخرى. فيه مناطق ممكن يتقبلوا أنك تصير مسيحي، لكن فيه كثير مناطق خاصة المناطق العربية صعب لواحد يكون من دين آخر ويصبح مسيحي. ممكن يضطهدوه الشخص المسيحي، يضطهدوه، ممكن يديروا له أشياء كثيرة، ممكن يتعرض لخطر. Salah, thank you very much for being with us here. Is there any special prayer request that you would like to give us? Yes. احنا صلاتنا ونطلبوا من الناس اللي يتفرجوا ويصلوا معنا باش
الرب يتدخل في هذا الوضع الموجود في الجزائر باش الرب يحل الكنائس وتولي ترجع الحرية كما كانت قبل ولا أكثر. وإحنا نؤمن بأنه الجزائر محتاجة لمعجزة باش تولي الكنيسة تكبر أكثر وترنم وتمجد الرب. Thank you very much. May God bless you. Thank you.